يسرني أن أرحب بكم في منتدى قطر العقاري بنسخته الثانية تحت شعار عقارات المستقبل. تتصدر قطر دول العالم في الأمن ومستوى الصحة وجودة الحياة ومؤشرات إيجابية كثيرة أخرى، كل ذلك بفضل رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، واستثمارات الدولة الضخمة في مشاريع البنية التحتية وكذلك التشريعات الحديثة التي أسهمت في تهيئة بيئة جذابة للمستثمرين.